مشاهدي الكرام، أهلا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحوار السياسي. أسئلة كثيرة طارئة تطرأ يوميا على المشهد السياسي التونسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي، وأسئلة حارقة وأحداث يوميا بالكاد نتحصل أو نكاد يعني نلم بكل هذه الأحداث والاستفسارات. كما تعودنا نستضيف في كل حلقة رمز واسم علامة من علامات المشهد السياسي التونسي، علامة مؤثرة طبعا، للحديث عن أبرز هذه المحاور. الحكومة لم تفتح معه لأنه ما الزر على سيد حمادي جبالي وقبله على سيد وبعده على سيد علي العريض، الزر قبل على سيد علي العريض. يعني كل ما يصير احتقان إلا وسيبولنا فزاعة السلفيين مبرمجة، كانوا رايضين، كانوا هاتين، كانوا منسحبين مساحة بقدرة قادر خرجوا. في كل لحظة يقع طرحان المحاور الحقيقية إلا ويقع الانحراف بها وخروج هؤلاء. اسمع، اطرح اللي تحب انت، المهم اسالني سؤال واضح باش نجم نجاوب. واضح وما تنقزش بيا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كيف الحال؟ السلام عليكم. السلام عليكم. سمحنا. بربي سي وليد، المعذره انت عندنا جيست شويه، عندنا جماعه جيست لحظات اخوه من الوزاره في 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 مهمه تفقد، باش نحكيو معاهم شويه على التجهيزات اللي واقع، التجهيزات الموجوده في التلفزه، فهمني؟ دونك ثم كان الاستوديو هذا عندكم، كان هذا ثم كان هذا يشتغل اليوم. دونك نحبكم تشوفوا الوضع اللي موجود عليه التجهيز. الكاميرا مش مم موديل رئيس المسؤول. هذا خاطر صاصف وام يعني حتى بالعين. أستاذ شكري بالعيد، أيضا بعض التقارير وصبر الآراء على في الصحف التونسية وفي الشركات المهتمة بصبر الآراء وحتى من البيانات المنظمات الحقوقية الدولية، يعني تظهر بالكاشف أن أداء الحكومة حقيقة ضعيف على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي. الاستحقاق اللي تم الانتخابي استحقاق يتعلق بانتخابات مجلس تأسيسي باش نعمل فيه دستور جديد ونظام سياسي جديد. كنا نتصوروا انه الناس واعية بهذا، لكن الا انتصروا في الانتخابات تصوروا انه التفويض هذا نتاع حكم. هل تسمح لي استاذ؟ من فضلك. كلمة واحدة. لا من فضلك، من فضلك. رجع. أوكي. رجع. يظهر لي هذا ملف سياسي. لا انا رجع رجع ميسالش ما مدام عشان نجم. لا سمحني كلمه كلمه واحده، تعرف ماذا اقول انا؟ تفضل تفضل. الحكومه معرفنا من ناحية الحكومه، من ناحية 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 ولكن لازم تقصهم مع الحكومة. باهي شنو نقص؟ قصهم منطق. شنو نقص؟ علاش معرفة؟ معرفة كنترول، هذا كنترول تعمل في السنسير ولا شنو؟ لا لا مش شنو انت؟ تحدد الاسئله؟ فما اسئله معينه تنجم تتعدى، فما اسئله انت مرجع باش هذا تحدد شنو يتعدى وما يتعداش. احنا سي شكري نخدموا في خدمتنا. لا مش خدمتك هذه يا سيدي خويا، فما اعلام مستقل مش دورك انت هذا. نعرف شنو عندنا شرطه لهنا نتاع اعلام ولا انت؟ لا لا ما نعرفش تعمل في ضمة مش نوع. احنا لجنه ايه جايه تثبت من اولا تثبت من التجهيزات، هذا هو تعمل في كنترول على مضمون الوحده، وثانيا على اتجاهات المناشطين. اي خاطر نورمالمون يبدو هما محايدين. اه اي لازم كلهم نجيبهم كلهم يربوا لحيه ويعملوا طابعه بالداكورد. غريبه هذه، ما كنتش تصورها انا في توصل الوضعيه هذه، ما كنتش تصورها. فاهمين واعيين اش تعملوا ولا لا؟ واعيين احنا راهو نخدموا على رواحنا. ماكش تخدم انت جاي حزب سياسي انت، زاد ماكش موظف انت تو. هذايا انا باش نخرج من هنا باش نكلم نقابة الوطنية للصحفيين ونقابة الصحفيين والإعلام، فهمتي، بتاع اتحاد الشغل باش يعرفوا، فهمتي، الكارثة فين وصلت. أنت تقول له قص ونحي وأسئلة، من دخلك من كلفك باش تحط الأسئلة بتاعها؟ أنا ناس مأمورين. ماكش مأمورين، ما ثماش تعليمات، التعليمات دي في وزارة الداخلية مش أنا. احنا مبعوثين من الوزارة الأولى. من فضلك أنت الوزارة الأولى بتاعك، ما عادش ثم فهمتي الوزارة الأولى، ثم رئاسة حكومة، ورئاسة حكومة فهمتي عندها حدودها. شنو هذا؟ شوف احنا نخلي فيكم تخدموا على رواحكم، تنجموا تخلونا نخدموا على رواحكم. لا من فضلك أنت، من غير انتماء إلى أي حزب. ما نجمش انا نقبل بيه هذا، ما نجمش نقبل بيه، ما نجمش نقبل بيه هذا بكل. شنو تتحدد له السياسه ولا ما يسالش؟ وتحدد الاتجاهات بتاع الصحفيين؟ والله باهي هذه. شكري سمح. شرطه ايديولوجيه انتم؟ لا لا لا. شرطه ايديولوجيه.
احنا لا ننتمو لاي كون. لا مش صحيح، ولا عندي شرطه ايديولوجيه بالنسبه لي. انت بوليس ايديولوجي، انت بوليس ايديولوجي، تعرف الايديولوجي اللي انا على الناس. لا 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 لا، انا باش نجبد لكم بالاسم. اتجاهات معينه، انا باش نجبد لكم بالاسم. انتم مجبور يا اخويا، مثال احنا انتم شرطه ايديولوجيه انتم. لا لا ما فضايكم. انت انت موافقني حكومة رئيسة، ما عندكش حق انت باش تسجل معايا هنا في الاستديو. من فضلك انا عندي حصل هنا باش تسجلها. راهو من حقنا باش ندخلوا ونتفقدوا كل شيء. نتفقد الماتريال، شنو وليت هذا شيء يسال وما يسالش؟ نتفقدوا اي ميول على الصحافة. سمح بالله، مش معقول هذا. شوف قالوا ناحية يحطوا رجل واتجاه، نحب نبحث على الاتجاهات نتاع الصحفيين، يعني تحب تدخل في مخهم الداخل. نواياه انت. يا سي شكر. انتم وليتوا آلهة تشوفوا ضمائر الناس. شنو هذا؟ ما نقولوش هذا صرنا البلاد. مش معقول هذا. باهي خويا سامحنا، كملوا خدموا على رواحكم، احنا نخدموا على رواحنا وكاو. تشك. يا ولدي بالله. لا 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 لعب هذا. انا كلام احكوها لي ما نصدقهاش. وراس بناتي اللي نصدقها وكان احكوها لي. خذ اسمي تو قدامك. اي نعم، عندي حتى انا ما خذ اسامي ما تخافش. حول ولا قوة بالله ولا الحول ولا قوة. يا سي شكري والله العظيم ما انا انا ما نعملش حصة. فين عندكم مدير هنا اليوم؟ يوم السبت والاداره كلها مسكره. لا ما نعملش تحت حراسه نتاع بوليسيه. ماناش حراسه. لا انت بوليس بالنسبه لي. احنا ما كان شديتك لبرا، راه سلوكي معك حكا حاجه اخرى. لا لا لا، راني وريتك سلوكي اخر. شوف انا كيفاش قاعد نحترم فيك. ما عندك حتى خيار كان تحترمني. لا لو كان جيت تحترم روحك تغادر المكان هذايا. انا ما نعملش تحت الوحده حراسه نتاع بوليس. انت تغادر المنبر تاعك ولا المحكمه تاعك وقت تخدم. انا ماشي خدمتك هذه، على الناس انتوما، على ضمائر الناس. انا باش نطورها، انا باش نطورها، باش نعمل عليها الصحفيه، باش نفضحكم، باش نفضحكم. ما يفضحنا حتى شيء. ماشي والله كان احكوا لي ورس بنتي نصدق. والله الا كنت نصدق، اما والله ما نحولها القضيه وطنيه هذه. والله العظيم الاوردر اوردر، فما شرط، فما قانون. يا استاذ فما قانون، فما شرط. استاذ من فضلك، استاذ انا كمل حصتي، ما عندكش حق تقعد لي في الاستوديو. من فضلك بالقانون تحكي لي انت بأي شيء تحب لي. يا استاذ ما عندكم اساميهم هذا؟ اعطيني اعطيني اسامي، اعطيني اسامي، اعطيني اساميهم يرحم بوك. لا لا لا، وجيكم ديما هكا. شنو صار الاولى هذا؟ تقف معايا؟ شنو نقف معايا؟ طردوني. شكون اللي طردك؟ رانا نخدم على روحنا يا سي لطفي. اخدم على روحك، ما قلتلكش لا، من فضلك انا فهمتي بعد ما نكمل الحوار هذايا امشي فهمتي، ولا اخدم على روحك. راهو من حقنا التواجد في استوديو. يا اخي انا ما نعرفش انت شكون، وواحده ما انا ما حوار ما يتعملش مش بدون جمهور. هذا تسجيل نتواجدوا، مش تقف ما احنا ندخلوا تخرجنا. لا 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 سيدي خويا، سيدي خويا انا هذا الحوار انا رافضه وتو تعرفوا نتائجه. انتوما واللي بعثتم هذا ما تصورش بفضلك. فضلك صور فينا بفضلك. باهي نحكي لك بوليس. بوليس يعني ما تصور فيش. كل ادلك كل ادلك ما تشوفش تصور فيا. هذاك راهو تابع الخدمه بتاعنا، تابع خدمتنا. هذا موثق زاد عنا، راهو تعملوا فيه. عايش خويا، خليني عطوها مش بحذا. عايش خويا. شوف عندي اسماء. هما كيف لجنة مراقبة العلامة؟ شوف شوف هما كيف بعثونا يعرفوا شكون باعثين، يعني اسماءنا وغير اسماءنا كيف كيف. احنا ما تعرفش معايا. شوف شوف هذا السؤال، شوف احنا نكلموا فيك باحترام وانت قاعد ما تحترمناش، بقى تحترم فينا احنا تو. تحترم نحترموا فيك احنا. شوف كيفاش نحترموا فيك. نعرفك باش نحترمك، ما نحترمكش. احنا نخدموا على روحنا. نخدموا على روحنا، شد عليه. كيف التكنيسيان كيف السيد كيف الناس كلها. مش كيف انا بصراحة ما مش كيف. مش كيف يا سي وليد. لا 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 لا، موش تبدلت الاسئله وانت تحدد الحوار. انت تحدو. شوف من فضلك من فضلك خليه. سامحونا، تبدلت الاسئله تعرف الرقابه الجيولوجيه. انت سيد، انت مؤهل بس تحدد الاسئله من عدمها. لكن الصحافي مؤهل انت، بس ماشي خدمتك انت. ما قلت لك بوليس، ريحتك يقول لك بوليس. انت بوليس، انت بوليس، بوليس انت، بوليس انت، بوليس مش عامل. انت بوليس وما تنجمش تكون كان حذاء تاع بوليس.
من فضلك من فضلك انت من فضلك برا نعطيك هذا برشكي انت برشكي في البحر احنا اسلوب الخطاب بتاعي اسلوب الخطاب بتاعي انا ما بخليش تكلم على الناس بوليس بوليس من حقهم انت بوليس انه هم ناس تخدم من حقهم انه يغطي نشاطاته على يغطي نشاطك انت ما كانش نحبسوا التصوير ونحبسوا الخدمه وخرج السيد هذا مش تضحكوا بالاسم رابورت انت واللي بعثك تشربوا في البحر انا صدقوك هاي مش صدقوك بس البوليس بتاعهم وانت وياهم تشربوا مال البحر وانت وياهم كل كلمه انت وياهم تشربوا مال البحر ولينا في منطق اخر تو انت وياهم اللي بعثك اللي بعثك هذاك وراس راسه يشرب مال البحر يا سي شكرا نبدأ عليها ياسي شكرا هذي مش يقولوا في نادي الصحفية ياسي شكرا مش يقولوا في نادي الصحفية بلش انت مش يقولوا في نادي الصحفية انا محمي انت محمي مين ما هو ياسي شكرا واللي يحمي فيك غير محمي كلم عارف ياسي شكرا كلم عارف خلينا نكمل لا مش معك شال حيوان شال حيوان انا مش نفرض نعمل في نادي الصحفية انا مش تردوني تو ما يطردك حبش مش نعمل بيان ساعة انت نحكي فيه على الفضيحة ونعطيهم بالاسم انا مش تردوني تو ما يطردك حتى حد والله ما يطردوني تو ثم اسال نورمال ما تعديش اسال عليش علاش في اتجاه الحكومه شو دخلك انت شو دخلك انت انا نشاط اتفاق في الرقابه الايديولوجيه عليا نشاطات يلزم يعديها لا ما عادي حتى شيء مش دخلك انت بخويا توقف هو الضيف الحسن بغيت نرفزه شوف تسمح ببث الحوار لحد حد لا 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 انا نعمل حصه محترمه كامله ولا لا اذا نقول لك ان هذه حصه محترمه وانت سياسي وقعت في الفخ هذا برنامج سياسي الفخ كان حبيت تشكي بيان اشكي بيان سيبوا لي يا معلم سيبوا لي زيت يا معلم والله معلم والله معلم واقع في شك والله معلم والله معلم وانا ريتني بسليانة قلت على المخلوق بالسياسة سايسني يلي مسايسني ولا تحسب روحك عراب ديما بكلامك تكبسني زعما متسيس شفاف عاملنا فيها سياسي تفهم في لغة الكراسي شعاراتك ماكش ناسي لازم تحصل في المندا لازم تحصل في المندا الله 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 عامل